معكم مستمرين على الهواء من خلال تقديم فقرات برنامجنا العالم هذا الصباح. تكلمنا قبل شوي وقلنا لكم وعدناكم ان راح نقدم لكم مفاجاه اذا استمريتوا ويانا في برنامجنا العالم هذا الصباح لمتابعه هذا البرنامج اليوم في الاعياد الوطنيه. وقلنا اليوم راح نتكلم على زهرتين، نتكلم على نجمتين. طبعا هالنجمتين مو بس بروحهم، هنالك ايضا نجوم اخرين منهم ايضا استطاعوا ان يقدموا للكويت وبصوره مشرقه جانب من جوانب العمل. الباب شنو كان مكتوب عليه؟ هم اقتحموا باب كان مكتوب عليه للرجال فقط. هذا الباب لنا مخصص فقط للرجال، استطعنا أن يقتحمنا هذا المجال ويقمنا بعمل كان مقصور فقط على الرجال من خلال العمل الشاق. سعداء جدا بأن يكون معنا المهندسة أوراد الحشاش وكذلك المهندسة فاطمة الصيرفي من شركة نفط الكويت. المهندسات يشتغلون في مجال تخصص ما يسمى بالميكانيكال انجينير أو الهندسة الميكانيكية. من خلال لبسهم مثل ما أنتم شايفين راح نتعرف على طبيعة عملهم الشاق. تسمعون عن سالفة اسمها سالفة أبراج الحفر أو الرق وحقول الشمال والحقول الجنوبية لشركة نفط الكويت؟ هذه كانت مقصورة فقط على الرجال. ما شاء الله بناتنا أوراد، المهندسة أوراد والمهندسة فاطمة يشتغلون في هذا المجال. نصبح عليكم بالخير وسعداء بوجودكم ويانا في برنامج العالم هذا الصباح. حياكم الله معنا بنات. طبعا بالبداية نحب نشكر المهندسة عهود المطيري أنها نسقت ما بين وزارة الإعلام وبرنامجنا تحديدا ومعاكم. مهندسة عهود ما شاء الله اعطتنا هالباجات هذه الجميله وقالت يا ليت تلبسونها. نشكر وطنيتك يا عهود، وكذلك نشكر الاستاذ جاسم المطر رئيس امري وسائط الاعلام. موجود جاسم خلف الكواليس اليوم جاي يقدم لنا هالزهرتين. انا فخور فيكم، مو بس انا، الكويت كلها فخوره فيكم. تسلم، ما تقصر انكم دخلتوا هذا المجال وتقدمون لنا. كلمونا عن طبيعه العمل حتى الناس تفهم طبيعه عملكم بالضبط في ابراج الحفر بالارياق. احنا طبيعة عملنا مثل ما احنا عارفين مدخول دولة الكويت هو من البترول، فطبيعة عملنا هي حفر الآبار الجديدة وتطوير وإصلاح الآبار القديمة نحصل فيها تلف عشان نقدر ننتج الكمية اللي نحتاجها في دولة الكويت للتصدير. جميل، هاي طبيعة عملنا. طيب سؤال يعني يطرح نفسه، شنو سبب دخولكم المجال هذا؟ شوف احنا لما توظفنا ما كان لنا خيار انتم تبون هالمكان ولا لا. احنا انحطينا بهالمكان، بس احنا كان لنا الخيار ان نستمر فيه او ما نستمر. يعني كان قدامنا الخيار ان يا تكملون بالاوبريشن اللي انتم الحين فيها او تنتقلون للقسم الاداري. فاطمه، لما تخصصتي انت ويا المهندسه اوراد في قسم اللي هو الميكانيكال انجينير اللي هو الهندسه الميكانيكيه، ما توقعتي في يوم من الايام انك تكونين مثلا في مكتب وإدارية؟ صحيح حاطة في بالك إنك راح تدخلين الميدان، لأن هذه مهنة تتطلب بالفعل عمل يدوي. هي الهندسة الميكانيكية طبعا تخصص همن كان يقتصر همن على الشباب، بس الحلو فيه إنه متعدد المجالات. في أكثر من قسم، إذا مثلا ما عجبك جزء التكييف عندك جزء مثلا مكاين سيائر، اذا ما عجبك جبك هالتخصص عندك والله تقدر تصنيع. فالحلو فيه انه مو تخصص يعني صغير، فتقدر تغير اي شيء فيه. ماشين انتم ممكن يعني تشتغلون فيه، يعني بعتبر الجوكر هندسه الميكانيكيه يقدر يشتغل باي مكان. يعتبر جوكر. المراه صارت تقدم من خلال التلفزيون وصارت مذيعه، صارت طبيبة، صارت مدرسة، بس مسألة أنها تروح الأرياق أو تروح الرق، أنتم متحملين درجة حرارة الطقس واستمروا، يعني مع أن هم بعدين خيروكم أنه إذا مو عاجبكم مثلا أو تبون تغيرون غيروا. بس جايكم شهر 8، أنتم إيش كثر صار لكم تشتغلون في هذا المجال؟ يعني أنا الحين بكمل 7 سنين بشركة ما شاء الله، يعني عدى عليكم يعني عدى عليكم الصيف أول جربتوا. فترة سنيننا يعني كانت قاعد يدربونا تدريب. بعدين على سنة 2014 خلاص كل واحدة فينا مسكت. يعني كم سنة تدريب قعدتوا؟ قعدنا تدريب انتقلنا من قسم لسنتين تقريبا ل3 سنين، وبعدين ردينا مره ثانيه حق الاوبريشن. فاطمه، شنو خطوره الموقع بالنسبه لكم يعني كسيدات؟ طبعا هو الموقع كله يقتصر بس على الشباب رجال. خطورته انه يعني اولا انت موجود بنص الصحراء.
وارتفاع تصعد على ارتفاع عشان توصل حق الفلور. فهمن احنا قاعد نشوف هذه الصور اللي قاعد تعكس لنا طبيعه العمل هذه الموجوده. صحيح. يعني تتعاملون مع مشينز، مع حديد، مع معدات ثقيله، مع نفط قاعد يطلع، مع حراره طقس عاليه. وبرج ايش كثر ارتفاع فاطمه؟ تقريبا 30 متر قدم. 30 قدم. اي تقريبا يعني ارتفاع طابقين، ثلاث طوابق بالفعل. مهندسة أوراد، ودي بس أسألك سؤال، يعني هذا الأمر له انبعاثات يعني، وطبيعة العمل تتطلب منكم مثلا الجانب الصحي، هل تشتغلون أنتوا فترة وتريحون فترة يعني ولا؟ لا، احنا شغلنا مستمر، بس احنا عندنا التشيك اب الصحي سنويا لازم نسويه، يشيكون على كل شيء، على السم، على القلب وسواء هذا كله، فعندنا تشيك اب. طيب لما دشيتوا للمجال هذا بالبداية ما كان في اعتراض من الأسرة عندكم؟ بلى. ما خافت عليك؟ بلى. بس خلي أقول لك شغلة، إحنا لما دشينا قلت لك كان عندنا خيارين، كل واحدة فينا طبعا لازم تختار، إذا تبي تختار الأوبريشن إحنا فيها لازم تأخذ رأي الأسرة المحيطة فيها، لأن طبيعة عملنا ما تقتصر بس من السبع للثلاث. احنا من نطلع من الساعه 3 خلاص نكمل اون كول 24 اورز، وانس ان التليفون يرن انت يو هاف تو بي ذير، يو هاف تو انسر، لازم تكوني موجوده باللوكيشن اذا اضطريتي. وبعدين انتم تقعدون مبكر عشان تكونون هناك بساعه معينه الصبح، يعني احنا لان احنا يصير عندنا بدايه دوامنا يصير اجتماع يعني نلخص فيه شنو صار معي خلال 24 ساعه. فصح انه وي هاف تو بي شارب بالوقت اللي احنا لازم نكون فيه. ونتم يعني صح لازم ناخذ موافقه الاهل. الحمد لله. لما يقولون ان مثلا طبيعه العمل شويه فيها صعوبه وبدل الطريق وغيره من هذه الامور، المسافه اللي تقطعونها بشكل يومي لعملكم فاطمه لنهايه مثلا الحدود الكويتيه الشماليه والجنوبيه، حسب ما سمعنا منك فاطمه انت في حقول الجنوب واوراد في حقول الشمال، متى تطلعون من البيت الصبح؟ يعتمد يعني الطريق، مثلا اذا رايحه للجنوب حاليا موقع يعني الرق اللي عندي احتاج ساعتين الا ربع عشان اوصل. ساعتين عشان تكوني في دوامك؟ انا بالدوام بالاوفيس 7 المفروض 3 من 7 الصبح، يعني طالع من البيت الساعه 5 الفجر. اي قاعد اقول لك ايه لازم تطلعون الفجر، بس اذا احنا بنروح الفيد ما نروح الاوفيس على طول، دايركت نروح البيت. اي على طول. وطبعا يعني هذه شغله احنا مو بيدنا نختار كل وحده فينا مواقعها. انا وانس ان انا امسك الرق انا لازم اي فولو اللي فهمته ان انتم كل وحده مسؤوله عن رق. صح كلامك. طبعا خلينا نقول الترانزليشن مال رق، لان ممكن ناس برج الحفر. برج الحفر، منصه الحفر او منصه الحفر. اي فاحنا اللي نتبعها الرق وين ما يكون احنا وي فولو ات. حابين طبيعه عملكم اوراد فاطمه؟ امانه ايه حابينكم تكملون تشجعون البنات اللي الحين مثلا الخريجات القادمات سنه ثالثه رابعه في الهندسه الميكانيكيه؟ نشجعهم بقوه. طيب شنو السبب اللي مخليكم تحبون العمل هذا؟ مو عمل روتيني نهائي، يعني مثل ما قالت الاخت فاطمه في تشالنج وتحدي كبير غير عن الثاني، كبير لدراسه لو بالضبط. اي يعني كل بير قاعد تضطر انك تتعلم لا اشياء جديده، تحتاج بعض المرات تكنولوجيز زياده لازم تتعلم عليها، فكل كل يعني كل بير قاعد تحفره في تحدي بالنسبه لنا وفي فرصه كبيره ان نتعلم. فعشان كذي هو شغل مو روتيني، فتحسه انه يعني في تشالنج. زملائكم اخوانكم المهندسين الرجال او كونش مهندسه اكيد تحت ايدك عاملين يكونون فنيين من الرجال، شلون يتلقون الاوامر منكم كونش مسؤوله عن رق؟ اول شيء كانت شوك بالنسبه لهم. ايه مديرتي مره شلون اتصل عليك بالليل ولا الفير ومن اذيك ولا اولادك ولا بعدين مع الايام خلاص يعني وصلنا مرحله قمنا نقول لهم صريح العباره مالكم شغل انا بنيه ولا صبي، هذا العمل وهذا الشغل ما له شغل انا شنو بنيه ولا صبي. بالنهايه هي كلها يعني في صالح العمل نفسه. بالضبط. اي والحمد لله مع الوقت لا الناس كلهم تقبلوا ان احنا موجودين، والحين من توظف بنيه بالعكس على طول تمشي في مسارها تتدرب انها تمسك رق، على طول تمسك الرق وتمسك الخط وخلاص. شنو النصيحه اللي تقدمونها فاطمه حق البنات القادمين في هذا المجال؟ والله للامانه يعني انا انصحهم ان اذا كانت حابه الشغل انها تكمل فيه، يعني
كلمه انه ما اقدر او ان القسم قسم شباب و يعني ما تقدرين تكملين فيه والبنات ما يقدرون، هذه كلمه غير صحيحه. جميل. واذا هي كانت حابه الشغل وحابه انها تتعلم وتقدم شيء للكويت مثل ما قدمت لنا طول السنين اللي طافت، انصحها انها تقدر تكمل وما في شيء. شيء جميل. انتم نموذج رائع الصراحه للمراه، وانا شخصيا فخوره جدا فيكم. تسلمين. اي والله يعطيكم الف عافيه. يعني بتغيرين طبيعه عمل تروحين تشتغلين وياهم بالرق؟ ما اعتقد، لا، لانه مو طبيعه دراستي، يعني ما درست، لازم يكونون دارسين. جميل. اوراد وفاطمه، يعني هل في لكم مثلا زيارات مثلا او دورات خارجيه شركه نفط الكويت، يعني تقدم لكم احتكاك وخبرات مع مثلا اماكن اخرى، خبرات اجنبيه في هذا المجال؟ صح، احنا عندنا لازم يعني المجال التدريبي هذا ضروري بالنسبه لنا. سنويا يتم تقييمنا ويشوف المسؤول عنا شنو المجالات اللي انا احتاج اني اطور نفسي فيها، وبيست على هالديسيشنز اللي ياخذها وشنو انا راح اضطرني اطور نفسي فيه يدزني دورات سواء بالكويت او خارج الكويت. وصراحة شركة نفط الكويت مو مقصرة بسالفة التدريب، يعني احنا من الحين عندنا لستة حق كورساتي راح اخذها حق 2017 وبداية 2018. في تخطيط. في تخطيط يعني ما شاء الله رهيب حلو. جدا. الحمد لله. جميل، احنا فخورين فيكم واثريتوا امانة البرنامج وقدمتوا صورة ونموذج جدا رائع وجميل عبر برنامجنا. نشكر المهندسة عهود المطيري اللي رتبت لنا هذا اللقاء وكانت خلف الكواليس. نشكر أيضا سيد جاسم المطر رئيس آمري وسائط إعلامية، ونشكر كل من يريد أن يقدم شيء للبلد، ونقول لكم أيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد الوطن. أنت بخير. شكرا فاطمة. شكرا أوراد. شكرا. مشكور.